فعليا حوارة لا تزال نقطة الاشتعال الدائمة في مواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه، وكانت قد كثفت دعوات من قبل المستوطنين بالاعتداء على الأهالي القاطنين في حوارة والمناطق المحاذية لها. كتبدو الأوضاع في منطقة حوارة سيد كمال، وما الاحتياطات التي فعلا يتم اتخاذها بين الفينة والأخرى لمواجهة مثل هذه الدعوات العنيفة والشرسة؟ طبعا صحيح، بالأمس كان دعوات من أجل مهاجمة بيوت حوارة وأهالي حوارة ومحلات حوارة، لكن امبارح الجميع تفاجأ بوجود جيش كمية كبيرة، جميع أسطح المنازل أكثر من 300 جندي كانوا موجودين على الشارع الرئيسي، اعتلوا عشرات المنازل على العمارات السكنية، وتم تسكير جميع الدخلات المتبقية، لأنه أصلا عندنا احنا 6 دخلات مسكرة من تقريبا 6 شهور، ممنوع الدخول منها على الشارع الرئيسي، يعني زي دخلة عقاب، مدرسة عقاب، زي دخلة العين، دخلة البلد القديمة، دخلات كثير مسكرة عندنا 6، بالأمس سكروا حوالي وكمان 6 دخلات، هسه حاليا عندنا بس مدخل واحد تقدر تدخل يعني على البلد القديمة فوق، أو خلينا نقول على حوارة من جهة الغرب اللي هو دوار عينبوس، حاليا موجود عليه جيش. حوار اليوم السادس تسكير محلات التجارية وتسكيرها بالكامل طبعا، لأنه جميع المحلات حاليا مسكر اليوم السادس. موجود حاليا جيش جميع النقاط، حوالي 14 نقطة عسكرية الموجودة على طول الشارع موجود فيها جيش معبية كاملة، وغير الجبات العسكرية الموجودة بيننا وبين أودلا، بيننا وبين بيتها، يعني هالجميع مسكر أصلا السدات لكن موجود عليها جبات عسكرية. نعم. بالأمس طبعا كانت عن حوارة الجميع، لجان الشعبية، لجان اللي بيسهروا الشباب كانوا موجودين على طول الشارع المحاذي للشارع الرئيسي اللي هو داخل البلدة. كان بالأمس برضو جميع الأضوية في شارع حوارة كانت مطفية من الشباب، تم طفي جميع الإنارة في حوارة، كانت حوارة عبارة عن ليل، لكن الجيش الساعة 12 في الليل جاب الشمال وأنار جميع الإنارة الموجودة في حوارة. يعني بالأمس مشت خلينا نقول بهدوء الليلي، صحيح الناس ظلت سهران إلى وجه الصبح تقريبا من الصباح، لكن الحمد لله رب العالمين مرت بهدوء، فقط اللي هي تسكير جميع الدخلات الموجودة في حوارة. إذن يعني فعليا مشاهد مربكة، مقلقة، تأهب، تخوف في نفس الوقت من هجمات قطعان المستوطنين، ونحن كنا قد شاهدنا سابقا كيف هؤلاء القطعان حين يقومون بهذه الهجمات وشن هذه الهجمات على أهالي حوارة، فهم يعني يحاولون تدمير كل ما يجدونه أمامهم. فعليا كيف تنعكس مثل هذه المظاهر على حداثة المواطن في حوارة؟ أنت تتحدث عن إغلاق دائم للمحال التجارية، أنت تتحدث عن إغلاق للطرق المؤدية أو المارة من منطقة حوارة، تتحدث عن قلق وسهر للأهالي الذين هم يسعون لتأمين، من خلال الشباب بالتأكيد واللجان الشبابية الشعبية، لتأمين والحفاظ على أرواح المواطنين في حوارة. يعني فعليا حياة فاقدة للأمن، للأمان فاقدة، كذلك الحال للسلام والراحة في منازلهم وبيوتهم. أكيد صحيح، احنا من بداية شهر 2 لهذا اليوم الاعتداءات يومية، والجميع شاف الحركة اللي تم، عشرات المحلات، عشرات المنازل، عندنا آخر كل هذا بتعوض، لكن آخر هجوم اللي كان تقريبا قبل 3 أيام اللي هو بعد العملية اللي حصلت بحوالي قبل 4 أيام اللي هو استشهاد الشاب لبيب، يعني شاب من أرقى شباب البلد عندنا، شاب هادئ ثاني جامعة، يعني استشهد وهو بدافع عن بيته في الطابق الرابع، يعني أعمامه قاعدينهم جميع عائلة كاملة، انصب حوالي عندهم 10 إلى 15 بالغار، المستوطنين حاولوا أنه يحرق البيت كامل، زائد في عندهم معمل شغل وإشي، يعني هو أعمامه حاولوا يحرقوا جميع، يعني الناس هم دافعوا عن بيتهم، يعني طخوا المستوطن أطلق عليه النار وهو موجود على الطابق الرابع، يعني الطابق الرابع على الشارع الرئيسي، وتم استشهاده، وبعد ما نزلوا يعني حتى هو مصاب الجيش منع، والمستوطنين لسه لا زالوا بدهم يخربوا، والجيش واقف
منحهم أكثر من نص ساعتك لسيارة الإسعاف قدرت تصل للموقع بسبب كثرة المستوطنين، أكثر من 500 مستوطن هذول كانوا موجودين في وسط البلد، وغير اللي أجوا من منطقة دوار قلقيلة طول كرم. يعني كان المشهد مرعب عن جد، وإحنا يعني حوارة بتعيش بالطبع. الأطفال الجميع طبعا أكيد عندنا طلاب المدارس كل يعني مدرسة عقاب مسكرة بالأتربة، الجيش لازم البنت هاي مدرسة فيها أكثر من 600 طالبة تمر قدام نقطتين جيش تنزل على المدرسة، مدرسة عمر بن الخطاب بوابة موجودة على بالقرب من مدخل المدرسة، طلاب دول يتعدى أعمارهم أكثر شيء مدرسة ابتدائية 6 أو 10 سنوات، يعني أكيد في حالة رعب، لكن الجميع ما بيقدر غير أنه يوقف ويكون إيد واحدة من أجل صد المستوطنين وجيش احتلال. إجمالا إذا أردنا أن نسأل ونستفسر سيد كمال، من يود ربما المرور أو الدخول إلى منطقة حوارة أو حتى الخروج منها، هل هذا الأمر متاح أم هي مغلقة بشكل كامل؟ قبل تقريبا ربع ساعة تم إطلاق نار على دوار وسط البلد من قبل الاحتلال وسكروا الدوار كامل، وبس المستوطنين كانوا، لكن هسه تم رد فتح الدوار، بس المرور من الشارع الرئيسي حاليا بس بوجود جيش بكثرة على طول الشارع، في تفتيش نقطة تفتيش بالقرب من دوار قلقيلة طول كريم، جيش بفت يعني بوقف السيارات، وفي على مفرق بيتا نفس الشيء، يعني بيمشوا بس مش بكثرة، حوارة سالك بهدوء يعني، والزعتر نفس القصة، السير بتحول من عندنا في منطقة كوزة، بس بعد تسكير دخلة النجوم حاليا بس الشارع الرئيسي الناس تقدر تروح تيجي فيه كسيارات يعني بتمر منه. ويرجى الحذر، كل الحذر، وفقط للأمور الاضطرارية إن أمكن الانتقال والتنقل، كل السلامة والأمن والآن والقوة لأبطالنا في وأهلنا في حوارة، والمدافعين خط الدفاع الأول من شبابنا وأهلنا الذين يواصلون ساعات الليل بالنهار من أجل توفير الحماية لأهلنا القاطنين في منطقة حوارة. أشكرك جزيل الشكر السيد كمال جابر أمين سر حركة فتح في حوارة على هذا الملخص العام للأحداث وكذلك المجريات في منطقة حوارة التي كما ذكرنا هي نقطة اشتعال دائمة في مواجهة الاحتلال وقطعان المستوطنين، وبعد الدعوات المكثفة والمتواصلة من قبل المستوطنين بالهجوم وشن هجمات على مختلف المواطنين الفلسطينيين أينما كانوا، هكذا قالوا، وين ما بتلاقي عربي فلسطيني أقتلوا، اهجم عليه، احرقوا، اعمل اللي بدك إياه، أخطفوا، دمروا، نكل في جثمانه، انتبهوا. لهيك احنا بنقول احنا مش لا سمح الله إثارة الذعر، لا، ولكن يجب الحذر، كل الحذر، لأنه هدول كلاب ما عليهم مش أمان أبدا، وإحنا دائما بنقول إن شاء الله يا رب يجي اليوم اللي يختفوا فيه اختفاء تام وكامل وأن تحرر فيه البلاد. إجمالا نواصل مع حضراتكم في